أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج نقطة خبر، ونبدأ من الملف الصحي المتردي بشكل عام بجميع المحافظات، حيث حذرت دراسة طبية مؤخرا من ازدياد أعداد المصابين بالأمراض الفتاكة بعد أن شهدت مدن عدة انتشار الأورام السرطانية ومن بينها سامراء، إلا أن العجز الواضح في القطاع الصحي من خلال عدم توفير العلاجات الخاصة بتحييد الأورام زاد على المرضى وضعهم الصحي تعقيدا، فضلا عن عدم توفر المراكز العلاجية لهذا المرض الخطير، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى التنقل خارج المحافظة لتلقي جرعات العلاج. أمراض السرطان وما لها من تأثيرات على حاملها، وبعد أن شهدت تفشيا في السنوات الماضية حيث تزداد وضعيتها صعوبة، فالعلاجات غير متوفرة فضلا عن عدم توفير المراكز العلاجية لهذا المرض الخطير، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى التنقل خارج المحافظة لتلقي جرعات العلاج. بس الأوبر ماكو والمكان ضيق، ونواجه النوب مشاكل مال الإشعاع ببغداد وبهذلة، والما عنده أحد وين يروح، يجوز شو اسمه 19 جلسة أكثر، وبهذلة وين نروح. المشاكل اللي موجودة هنا هي يعني ضيق، هذا الوحدة مكانها ضيق جدا، رادنا تطوير وهي الوحيدة بصلاح الدين، وثاني شيء يعني تفتقر الجهاز الإشعاع، ماكو إشعاع هنا، أكو ناس تروح لبغداد وتأخذ مثلا موعد 6 أشهر أو 5 أشهر، وهذه أمراض سرطانية ممكن الإنسان يعني ما يلحق، وأيضا قسم من العلاجات يعني من الوزارة ما جاي تجي، قسم نشتريها يعني من الخارج. أطباء ناشدوا عبر قناة سامراء مسؤولي المحافظة ووزارة الصحة التي جلبت وحدات الإشعاع السرطاني وتوفير المراكز الصحية المختصة في مجال الأمراض السرطانية للتخفيف عن كاهل المريض. أول حقيقة المحافظة تحتاج تطوير هذه الوحدة إلى مركز، وطالبنا الحقيقة المحافظة بتطوير هذه الوحدة إلى مركز من سنوات، الحقيقة ماكو استجابة من المحافظة، محتاجين أيضا من الوزارة جلب جهاز المعجل الخطي والعلاج الشعاعي لمعالجة كثير من الحالات السرطانية بالعلاج الإشعاعي العميق. لدينا وعود وموافقات فدائية من الوزارة بالحصول على هذا الجهاز، لم نرى شيء ملموس الحقيقة لحد الآن. هناك شحة أيضا بالعلاجات الكيميائية، وكما ترى محتاجين أن وحدة الأورام حولها إلى مركز علاج أورام حالنا حال باقي المحافظات. علاجات تبدو غائبة في المستشفيات الحكومية، وأسعار مرتفعة في القطاع الأهلي، وكل هذا يقع على كاحل المصابين بالأمراض السرطانية الذين باتوا لا حول لهم ولا قوة بسبب الإهمال الحكومي لهم. لقناة سامراء مصطفى عبد الحميد، سامراء. في المثنى وفي خطوة تعتبر مثالية لدعم مرضى السرطان، نظم العشرات من شباب المثنى حملة واسعة لجمع التبرعات المالية عن طريق تنظيم مهرجانا ثقافيا منوعا داخل المحافظة، لنتابع. بهدف جمع التبرعات للمساهمة بعلاج الأطفال المصابين بمرض السرطان في محافظة المثنى، أقيم مهرجان فريق الحرف الأول التطوعي في المحافظة، مهرجان نظمه عدد من الشباب السماوي لدعم الأطفال المصابين بمرض السرطان، حيث يتضمن المهرجان بازارا خيري وفقرات فنية بمشاركة عدد من الشعراء ومحاربي السرطان. بدأت الفكرة من مواقع التواصل الاجتماعي، يعني حبينا نساعد قسم مرضى السرطان خصوصا الأطفال، لأن هذا القسم مهمل عندنا هنا بالسماوة، فحبينا هاي الفكرة ولمينا كل من عنده موهبة أو شيء، فلقينا هواي إقبال من قبل الشباب، الكل يحب يتطوع، الكل يحب يساعد، فيعني صار عليها إقبال كلش هواي. فإجتنا فكرة بأنه نسوي مهرجان، والفلوس اللي راح تجينا من المهرجان راح نسويها على شكل دعم خيري لهم، دعم من خلال دعم مادي ودعم معنوي ايضا، بانه نقول لهم بانه اكو وراكم ناس راح تدافع عن حقوقكم، راح توفر لكم كل شيء، لان الجهات الحكوميه ما وفرت لهم هذا الشيء. فقرات المهرجان عندنا شعراء وضيوف شرف جايبيهم، وعندنا شو اسمه، عندنا بازار خيري يقدم اعمال يدويه، وعندنا مواهب مثل الرسم والرسم المباشر ورسم على وجوه الاطفال.
الحاضرون في هذا المهرجان أشاروا إلى ضرورة دعم المصابين بمرض السرطان من قبل وزارة الصحة، مؤكدين في نفس الوقت إلى أن هذا الفريق المستقل يسعى لتسليط الضوء على هذه الشريحة من خلال إقامة هذه الفعاليات، وأن ريعها سيقدم لاحقا لمرضى السرطان على شكل مبالغ مالية وهدايا عينية. بالوقت اللي تناست فيه الحكومة العراقية والجهات المسؤولة دورها الأساسي بناء الإنسان، مساعدة الإنسان، اتخاذ دورها الرئيسي في جميع المجالات الصحية التربوية التعليمية، بناء قدرة الإنسان، قرر الشاب العراقي وأبنائنا أنه يأخذون روح المبادرة، يبنون نفسهم ويساعدون الآخرين. نطالب وزارة الصحة بتوفير الجرعات لأطفال المصابين بأمراض السرطان، لأن جاي نشوف أكو تزايد بأمراض السرطان عند الأطفال. ويؤكد الشباب الواعي والمثقف الذين يمتلكون روح التعاون والتكافل الاجتماعي أنهم مستمرون في حملاتهم الإنسانية لزرع الابتسامة على شفاه عوائل مرضى أطفال السرطان في المحافظة. لقناة سامراء الفضائية، حسين عزيز، المثنى. صوتت حكومة قضاء الضلوعية المحلية على تحويل قريتي الحردانية وذات السواتر إلى ناحية إدارية لكثرة سكانها ومساحاتها الواسعة. المواطنون من جانبهم أعربوا عن فرحتهم بهذا القرار، إلا أنهم دعوا المسؤولين إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الخدمي والارتقاء بواقعهما بعد ترحيلهما إلى ناحيتين إداريتين. صوتت حكومة الضلوعية المحلية على تحويل قريتي الحردانية وذات السواتر إلى ناحية إدارية لكثرة سكانها ومساحاتها الواسعة، بعد أن أصبحت ناحية الضلوعية قضاء رسميا حسب الموافقات التي استحصلت من وزارة التخطيط وبالرمز الإداري 27111 حدا بالمجلس البلدي، ونتيجة لكثرة نفوسها الكثيرة لكثرة النفوس والمساحات الواسعة التي تمتلكها الضلوعية في الوقت الحاضر، بحيث لا تستطيع أن تستقطب كل هؤلاء البشر. مما حدا بالمجلس البلدي أن يصوت على ناحيتين، ناحية الحردانية وناحية ذات السواتر. هذه النواحي تمتلك كل واحدة منها 7 مقاطعات، كل مقاطعة تبلغ مساحة من الأرض كثيرة جدا، بحيث المعروف لدي أنه الحردانية تمتلك مساحة 195,000 دونم، وفيها كثير من الكفاءات وفيها كثير من المشاريع وفيها كثير من الدوائر. لهذا قررنا أن نصوت عليها أن تكون ناحية الحردانية وناحية ذات السواتر في القاطعة الشرقي من الضلوعية. المواطنون القاطنون في الحردانية رحبوا بقرار تحويل قريتهم إلى ناحية، متأملين زيادة الخدمات لهم. والله أنا رحبي بهذا القرار، وهي خطوة جبارة أنت توسع القرية إلى ناحية، فإحنا نبارك لنفسنا أولا والقضاء الضلوعية، فنشكر كل من حث بهذه الجهود. والله رحب بهذه الجهود المبذولة أنه تحويل الحردانية إلى ناحية، وإن شاء الله تطوير أحسن. طبعا خدمات و صير يعني التطورات شوية أفضل من القديم. تحويل القرى إلى نواحي كان قرارا اتخذته حكومة الضلوعية ليحظى سكانها ببعض الاهتمام. تحويل قريتي الحردانية وذات السواتر في الضلوعية إلى ناحيتين إداريتين جاء لزيادة مشاريعهما الخدمية. من الحردانية لسامراء، علي البلداوي. أما بالشأن الخدمي، لا يزال ملف سوء الخدمات هو الأبرز على الرغم من قرب موعد الانتخابات، إلا أن تردي المشهد الخدمي في مدينة الدور احتل مراتب عليا بسبب نقص كبير في ساعات التجهيز للتيار الكهربائي بالمدينة، فيما بيّنت جهات مدنية وحكومية أن تفجير أغلب محطات نقل الطاقة بسبب أعمال الحرب الأخيرة ضد الإرهاب تقف وراء قلة التجهيز.
احتجاج كبير من قبل المواطنين في قضاء الدور، وذلك لتردي الواقع الكهربائي في المدينة الذي انعكس سلبا على استقرار حياتهم، فبات التيار الكهربائي لا يأتيهم سوى بضع ساعات في اليوم والليلة. حقيقة الكهرباء في قضاء الدور كهرباء تعبانة بشكل، يعني خلال 24 ساعة تجينا الكهرباء ساعة ساعة ونص، إذا مبالغ حيل حيل تجينا ساعتين، إذا مبالغ تجينا ساعتين كل اليوم، وبعض الأحيان تجينا كهرباء ضعيفة حيل، يعني ما تشغل لا مجمدة لا ثلاجة، يعني ضعيفة حيل. حقيقة قضاء الدور صار له فترة طويلة يعاني من موضوع انقطاع التيار الكهربائي، يعني هسه قبل ساعة تقريبا اجت ساعة من مجموع 12 إلى 13 ساعة تجي ساعة ونص أو ساعتين مو مستمرة، انقطاعات تخللها، انقطاعات ربع ساعة تجي تطفي، يعني ليشوفوها شلونها. الحكومة المركزية المطالبات لها هواي تحسين الواقع الخدمي بالقضاء وبالأخص موضوع الكهرباء، لأن موضوع حاليا الكهرباء هي عصب الحياة الاقتصادية، تبدأ تشوفوا احنا المحلات والمحلات شغلنا على الكهرباء. معاناة تحاكي واقع مرير، ومع اقتراب فصل الصيف مطالبات بزيادة تجهيز الطاقة الكهربائية في المدينة وإعادة تأهيل شبكات نقل الطاقة بعد استهدافها من قبل التنظيمات الإرهابية. والله لحد الآن صار 3 أيام الكهرباء جاية يمكن ربع ساعة ونص ساعة، وهاي احنا يعني فصل الشتاء نقول الشتاء يعني شوية ما يحتاج كهرباء، بس على جيزر على صوبة باشر أو باشر جانا صيف، يعني شلون راح نعيش الصيف؟ صيف درجة الحرارة يعني 60، غش يرادك برودة، يرادك يعني هاي عند أطفال شلون يعيش؟ يعني المولدات ترى مو عيشة والله، مولد يوم يشغل وعشرة مطفي. ماكو كهرباء، يعني هاي الصيف بعدها ما جانا ويش كهرباء، يعني صار 3-4 أيام ماكو، تجينا ساعة وتقطع، وهسه قبل دقائق جتنا الكهرباء، هاي اليوم كله من الصبح لهسه. السبب الرئيسي في الانقطاع شنو؟ والله ما نعرف، يعني الراجع يقولون ماكو كهرباء، من المصدر ما يطوها، مرة يقولون من كركوك، مرة يقولون من سامرة، يقولون من المصدر ماكو. يعني هسه قبل يمكن 5 دقائق والله جت الكهرباء. شلون متحملين تبقوا الكهرباء؟ والله على المولدات. يجي المولد والنوب سووا المولد كان للوحدة بالليل، هسه سووا ال 12. هنا محطات تم تفجيرها من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وساعة تجهيز التيار الكهربائي تكاد أن تكون معدومة، مع مطالبات لزيادة حصة القضاء من ساعة التشغيل. لقناة سمراء الفضائية، محمود الكنعاني. في شأن آخر، ومن ديالى شهدت مراكز تحديث البيانات الانتخابية في المحافظة إقبالا كبيرا، حيث احتلت بنسب التحديث المرتبة الثانية على مستوى محافظات العراق. رغم الأحداث الأمنية التي مرت بها محافظة ديالى والتي أدت إلى تهجير ونزوح في أغلب مناطقها، لكنها تثبت مرة أخرى أنها تنبض بالحياة، حيث شهدت إقبالا كبيرا على تحديث البيانات الانتخابية لتحتل المركز الثاني بين المحافظات. محافظة ديالى هي من المحافظات اللي عملت بالتسجيل البيومتري، ونسبة التسجيل في محافظة ديالى يعني بلغت 72% مع عدد التصويت الخاص اللي هو 99% في محافظة ديالى، أكثر من 99% إن شاء الله. البطاقات الموزعة البيومترية على مستوى محافظة ديالى هي 62%، هذا أعلى رقم على مستوى العراق، نسبة يعني المركز الأول على مستوى العراق، بحيث بلغ أكثر من 441,000 بطاقة لحد يوم أمس. الإقبال عندنا في مكتب المحافظة لفئة النازحين جيد جدا، ولفئة التصويت الخاص اللي يشمل الداخلية ودفاع هم عندنا هنا لنسجلهم في مكتب المحافظة جيد جدا، وتسجيل الناخبين عندنا في عموم المحافظة للتصويت العام في مراكز التسجيل الفرعية البالغ عددها 41 مركز تسجيل جيد جدا. نسبة توزيع عندنا لبطاقة الناخب الإلكترونية بلغت 61% نسبة توزيع، طبعا احنا المركز الأول على العراق. النازحون من المحافظات الأخرى كان لهم نصيبا أيضا بعد أن فتحت مراكز التسجيل أبوابها لتحديث بياناتهم، ليتوحد الجميع من كل أنحاء العراق لهدف واحد، وهو التغيير نحو الأفضل وانتخاب من يحقق طموحاتهم
والوصول بهم إلى بر الأمان. نازحين موزعين على عموم ديالة، احنا شكلنا فرق جوالة كوني أحد أعضاء هذه اللجنة وطلعنا أماكن تواجدهم، فموجودين في محافظة ديالة قمنا بتسجيلهم على محافظاتهم، يعني كونه هو نازح من صلاح الدين أنا مجرد أخذت الحاسبة وحدثت له على صلاح الدين. نجينا اليوم نحدث بياناتنا إلى مركز المفوضية في سبيل تغيير الوجوه الفاسدة اللي تسلطت على هذا البلد، ونحن مؤمنون بأن التغيير يبدأ من الشعب. تحقيق هذه النسب العالية في تحديث البيانات الانتخابية له مدلولات كثيرة، لعل أبرزها إيمان أهالي المحافظة بالتغيير بالطرق السلمية وتحقيق النهوض للمحافظة أمنيا واقتصاديا وعمرانيا. لقناة سامراء، مصطفى الجوراني، ديالى. أما في الأنبار، شكت عوائل تقطن في مناطق جنوبي مدينة الرمادي من حجم الدمار الكبير الذي لحق بمنازلهم نتيجة الحرب ضد الإرهاب، لا سيما وأن مدنهم تحررت منذ سنوات إلا أنها لا تزال تقبع على كومة من الأنقاض دون أي محاولة لأي جهات رسمية في التفكير حتى بإعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة. هذا المطر فوقايا والشمس فوقايا وهذه قاعدتي، هذه البناية تجسد معاناة مدينة الرمادي. رغم حجم الدمار الذي لحق بها ما تزال تحتضن قاطنها، حيث أجبر العديد من العوائل على السكن بين هذه الأنقاض مؤكدين على عدم مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، ومحذرين السياسيين من اتخاذهم كورقة لدعاية انتخابية. شوف الشقق، شوفه، الله يرضاها، محمد يرضاها، المن ننتقل بس فهمني عمي، طقت رواحتنا بزعنا، والله بزعنا عمي. شوف احنا شو اقول لك بابا عشقها، صورها عمي، صورها، يعني بيا حال احنا لا انتخب، ها اخوي ابن امه ابويا ما انتخبه عمي، بزعنا. شوف الانقاض، شوف الاسخام، شوف الوضعية، اي لاكو مسؤول ناشد، ماكو اي مناشدة، اي هذا ما حد يمرنا ولا حد سلبينا، اي فاحنا شلون يعني بهيك حاله، شلون بهاي كلها هاي باق، يعني حتى والله اشكال يعني جغيذيه ما هذا ذاكنا حتى عضت ابني، اي فما ادري يعني شلون هالوضعيه، ما ادري، لا مسؤول يجي هاي وقت الانتخابات يجون، انتوا الانتخابات يلبسونه. معاناه كبيره تواجههم في هذا المكان في ظل امكانياتهم المحدوده بعد ان اجبرتهم الظروف على العيش في بقايا منازل. نريد نروح على التعويضات، نوقف على الشباك يا بتا انطينا، بس نريد التسلسل مالنا طالع موجود، المعامله مالتي انا صار لي اكثر من سنه من سويتها، رد لي يعني دقني حاسبه يطرد بينا، ماكو حجيه بعد مو هسه يطرد بينا، يابا شنو السبب؟ انا صار لي اكثر من سنه من سويت المعامله مالتي وانا قاعده بالشارع قاعده اركب بالشارع. لم يتلقى سكان الرمادي تعويضات تكفيهم من اعاده بناء ما دمرته الحرب، ليبقى مصير المتضررين عالقا بين أنقاض منازل مهدمة وانتظار تحقيق الوعود. من الرمادي، أحمد الحمداني، قناة سامراء. أما بشأن الموازنة التي أقرت مؤخرا من قبل مجلس النواب للسنة المالية لعام 2018 وتمريرها بعد خفض نسبة إقليم كردستان من الموازنة والذي أثار موجة من الانتقادات الداخلية، فيما فتحت الباب أمام البرلمانيون الكرد لعدة خيارات من بينها الانسحاب من العملية السياسية، وأيضا مصادر أشارت إلى غياب الحوار الجدي بين أربيل وبغداد هو السبب وراء عودة عدم الثقة بين الطرفين. اليوم في بغداد تمرير الموازنة العراقية من غير حضور النواب الكرد في مجلس النواب، مما أثار موجة من ردود الفعل لخفض نسبة الإقليم من 17 إلى نحو 13%. خلل وين؟ ما صاير حوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، الحكومتان يعني تقريبا انشغلتا بمسائل فرعية، المطار، الحدود، الكذا، الرواتب، يعني ما صار حوار جدي، لأنه العبادي الكرة في ملعبه
ما فتح حوار جدي مع الحكومة، قصدي حوار سياسي يعني، وعلق الحوار حول الموازنة، كان المفروض يكون الحوار هذا أيضا أثر سلبا على الموضوع. أصبح خيار المقاطعة للكرد هو الخيار الأقرب، لأنه تواجد الكرد في بغداد بهذا الشكل ليس له أي تأثير على العملية السياسية في العراق. الموازنة العراقية من غير حضور النواب الكرد يعتبر بأنه منعطف خطير جدا للعملية السياسية في العراق برمته. فبعد ما كان هنالك الاتفاق على المبادئ الحديثة للدولة العراقية الحديثة بعد 2003 بأنه تكون هنالك عراق ديمقراطي وفيدرالي حقيقي مبني على أساسين، الشراكة الفعلية لكل العراقيين، وأيضا مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. إذا الكرد اتجهوا إلى المقاطعة الكلية راح يكون أمامنا خيارات أخرى، وهذه الخيارات من على رأسها بأنه تفعيل نتائج استفتاء أيلول السابق راح تكون هي واحدة من الخيارات أمام الشعب كردستان. دعوة جديدة للحوار بين بغداد وأربيل أطلقها رئيس حكومة الإقليم نجيرفان بارزاني، دعوة يأمل كثيرون هنا أن تساهم في حل الخلافات بين الجانبين. رياض عزيز، قناة سامراء، أربيل. أخيرا ومن البصرة، حيث انطلقت فعاليات معرض البصرة الدولي للبناء والأعمار والبنية التحتية والحجر الطبيعي والمكائن، وذلك بمشاركة أكثر من 70 شركة من 10 دول عربية وأجنبية، وبرعاية من قبل الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، شكرا لكم وإلى اللقاء.